عودها، ثم يا بالجروق والمور السياحين، ما عندي من اش نخافي والله ينصر سلطاني ويدير شي براكة فولاد والعار عليكم. وعاود فما بالجروق والمور السيحين، يا كالمور الساحل كذاب المكشفين، فايل العهد فايل وجوه المور السيحين، عفاين الخطبه اللي درتو بالوان علينا، عفاين المصالح اللي باينين عليكم، اشحال حضرنا في العزوزات شحال مشينا، عواحضيت المناقشات اللي بينكم نسيتو، مصلحة السكان انتوما دايما مشضغولين، لي بايعين الصوت انتوما دايما فضوحين، لي بايعين الصوت انتوما دايما فضوحين، اللي شرى الرياسة يا شي يدير من مصلحة، بغى يخلف الله يضعف جيبه ويعاون راسه، لي بايعين الصوت انتوما دايما مفضوحين، لا بايعود الماريد فليد ويحصر راسه، لا بايفرق حبابه وصحابه وما يسواشي، لا بايفرق حبابه وصحابه وما يسواشي، لا بادوز ايام الكذاب وتكون قليلة، لا بايخلف علينا ربي بالرخاء والنشاط، لا بايجيب الله السعيد وتصلح ايامه. نصيكم يا سكان وردوا بالكم شوية، اللي جاي رشي فيكم اللي جاي زاوك فيكم وغادي يضحك عليكم، شوفوا ولد فاميلا اللي عنده الدين ما ينساشي، ويكون قاري ويكون على بال في المصلحة، ويفرق المصالح على الدائرات نتاعو، ماشي يدير كافر عذا جاية تسقيشي، وانشفات على شي انا قلت ما تماشي.